طبعا شنو ذايبة ذوبان. رهيبة. صارت عندنا مثل العرباين وأضبط. بسم الله. صدق خرافية. رهيبة رهيبة، لازم تجربوها. يابا أول شي طبعا نقشر الذرة بهاي الطريقة. أهم شي هذا نفه زين. يابا بعد ما كملناهن خصلة سريعة ونرجع لكم. يابا أسهل من هاي الطريقة لتحضير الذرة ماكو. نجيب جدر نترسه مي ونخليه على النار إلى أن يغلي المي عندنا. بعد ما يغلي المي عندنا نطفي النار. شو نسوي؟ نجيب خاشوقة مال ملح وندير ملح. شوفوا البوخة. هسه ننزل الذرة مالتنا. بعدها نقبضها على هالوضعية هاي، يعني ماكو نار جوا، نار مطفية. نبقيه تقريبا من 25 دقيقة إلى 35 دقيقة ونرجع لكم. أسهل من هاي الطريقة بالتحضير ماكو، كلش بسيطة وسهلة. يابا هسه رجعنا لكم بعد ما خليناه تقريبا 35 دقيقة. نشيل القبغ نطلع الذرة. شوفوها طبعا مبينة مستوية مثل ما تشوفون. شوفوها شلون مستوية. شوفوها. هسه نجيب القشر مال الذرة نخلي الذرة بهاي الطريقة نشف مايها. وأهم شي رشة مال ملح. صارت عندنا مثل عرباين وأضبط. بسم الله. صدق خرافية خاصة بالشتاء، كلش كلش طيبة. رهيبة رهيبة، لازم تجربوها. طبعا شنو ذايبة ذوبان. رهيبة. طبعا طيبتها بالبساطة، مجرد رشة مال ملح، لا بهارات ولا شيء.